صدق اللي قال ان النوم سلطان. ده مش بس سلطان، ده ابو السلاطين كمان. انت عارف يا عادل، النوم من الناحيه البيولوجيه مهم جدا للانسان، والعلماء كلهم اثبتوا ان انت عارفه ان انا فعلا يعني ميت من التعب ونفسي انام بجد يا رانيا. تصدق ان انا غلطانه ان انا حبيت اضيف لك معلومه مش عندك اصلا؟ والله ما تستاهل. ولعلمك انا اصحابي كلهم معتمدين عليا في امورهم الحياتيه وما بيعملوش حاجه غير لما بياخدوا رايي. عشان كده حياتهم كلها متهببه ومتلخبطه. مش مصدقني يا عادل؟ طب ارفع سماعه التليفون واسالهم يا عادل. من غير ما اسال. وبعدين ببساطه خالص، يعني انت عايزه تفهميني ان انت عندك اصحاب؟ ده انا ساعات بحس بجد يا رانيا ان انت مقطوعه من شجره. يا سلام، حوش الراجل، حوش واصحابك. عايزين نبقى نعمل لك فهرس باسماء اصحابك. ليه وانا مصاحب كتب؟ وبعدين الاصحاب مش بالعدد يا ماما ولكن بالنوعيه. انت عايزه تجيبي اصحابك اللي مالهمش لازمه دول لاصحابي؟ تقصد انت بتغلط فيا يا عادل ولا ايه؟ أنا ما بغلطش فيك. عموما العلاقة بين أي راجل وراجل غير العلاقة بين ست وست، الموضوع مختلف تماما. قصدك إيه برضه؟ مش فاهمة. يعني العلاقة بين أي راجل وراجل بتبقى مبنية على إيه؟ على الرجولة والشهامة والجدعنة والمرجلة. يا حرام، واحنا العلاقة بينا بتبقى مبنية على الطوب والزلط والعبط. أنا ما بقولش كده، لكن بقول مثلا العلاقة بين أي ست وست بتبقى مبنية على الرغي واللت والعجن وأي كلام بتقعدوا تتكلموا طول الوقت ما بتسكتوش. يلا. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ده سفه اللي أنت بتقوله ده. تقصد تقول إن أنا رغاية؟ أنا عمري ما رغيت أصلا. هو أنا يعني ديك النهار لما جيت كلمتك على موضوع ماما والمشاكل اللي بينها وبين سناء ده معناه أنا برغي؟ قال أنا برغي، قال أنا رغاية. ده أنا عمري ما كنت رغاية، ده أنا أساسا بحاول أحل كل المشاكل اللي بينها. يا ده يا رمزي، مالك ماسك دماغك ليه؟ اوعى تكون بتفكر مثلا ان انت تدور على مخك مش هتلاقيه. لا يا دول، اصل انا حاسس بصداع جامد قوي. ما لاقيش حاجه معاك للمغص؟ صداع ولا مغص ولا كوكتيل مع بعضه؟ لا اصل انا مش عارف يا دول، يعني لما بحس بصداع يعني رجليا بتوجعني مش عارف ليه. لان انت يا ابني مش زينا، يعني احنا بني ادمين، انت مخلوق مختلف يعني، فاكيد طبعا مخك مش في دماغك، مخك في رجليك. فعشان كده لو انت اتمشيت بقى ورحت على القهوه جبت لي كوبايه شاي هتلاقي الصداع راح على طول. ماشي يا دول. ياه الحمد لله الصداع راح. لقيت الصداع نصف ولا ايه؟ يلا نروح هات الشاي. عادل، عادل سعيد صاحبي وحبيبي عطيه البنداري. الدنيا صغيره يا ناس. يا نهار ابيض، ازيك؟ وحشني قوي 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 والله. انت وحشني قوي. اهلا بيك. ازيك يا عم عطيه؟ مبسوط اني شفتك. الله يخليك يا عدو. الله يخليك. اعرفك، عفاف مرتي، حسن ولدي، شنطتي. اتفضلوا اتفضلوا، هات كرسي يا رمزي. اتفضلوا اتفضلوا، اهلا وسهلا. منور والله، منور. الله يخليك، ده نورك يا عدول. ياه انت فين يا عم؟ فينك من زمان يا راجل؟ انت بتسال يعني خبر ايه؟ ما انت عارف يعني عطيه، الدنيا مشاغل وتلاهي. الدنيا صح مشاغل وتلاهي، والحاله بقت غلو. مين الاخ ده؟ الاستاذ ده مين ده؟ لا ده مش استاذ ولا حاجه، ده الواد رمزي يعني شغال معايا في البازار وابن عمي يعني. واد عمك؟ يا مرحبا يا مرحبا، احب اعرفك بنفسي. عطيه البنداري، طبيب بيطري. والله طب ما دي فرصه يا عطيه. الحمد لله يا دول. بقى اقول له على الصداع؟ اقول له على الصداع؟ انا هقول له، هو بيرفض اصلا. طول عمره دمك خفيف يا عادل. ربنا يخليك. اهلا وسهلا، منور. ويعني ايه الصدفه السعيده دي؟ والله انا اللي اسعد. شوف اقول لك على حاجه، هتشوفني يومين ورا بعض. يومين؟ اشمعنى يعني؟ انا اصلي كنت مسافر، قوم ميعاد اقلاع الطياره اتاخر يومين، قلت يا ما تعودش سوهاجي وترجع بعد يومين، ادور على واحد صاحبي وحبيبي اقعد عندي اليومين دول. قوم قعدت ادور ولفلف لفلف لفلف، نطيت قدامي جيت لك على طول. انت متاكد ان انت دورت ولفلفت كويس يعني؟ يا راجل عيب. الله، دورت ولفلفت ما لقيتش غيرك انت. ده الدنيا صغيره قوي. ايوه هي صراحه الدنيا صغيره، بس الشقه اصغر يعني. بتقول حاجه؟ لا ما بقولش، بقول اهلا وسهلا يعني، ان شاء الله كل حاجه ليها حل. ومنور واهلا بيكم. وهات اي حاجه يا ابني، عصير توت، تفاح، بلح، اي حاجه. مش هتقول. اتفضل. ايه ده؟ التوت. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الدكتور عطيه البنداري ده كان زميلي في الدراسه، وهو من اهل الصعيد يعني، ومنورنا هنا في مصر طبعا. والمدام عفاف دي زوجته، وحسن ابنه، ودي الشنطه بتاعته. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بيكم، يا مرحبا. اهلا وسهلا باهل الصعيد، زرنا النبي والله. عليه الصلاة والسلام. وأعرفك بقى بعيلتي، دي رانيا مراتي، ودي حماتي، ودي ياسمين بنتي، ودي ماما، ودي سناء أختي. والله العظيم ثلاثة ومليكوا عليا يمين، كأني قاعد وسط عيلتي في سوهاج. طبعا طبعا منورنا والله. يعني هو الدكتور عطيه يعني كان مفروض مسافر يعني، بس حصل مشكله معاه في شركه الطيران، فان شاء الله هيقعد معانا يومين هنا اهو في البيت بتاعنا يعني، واحنا طبعا كلنا مرحبين ويعني اهلا وسهلا بيه طبعا، ولا ايه؟ طبعا طبعا اهلا اهلا ونعم الصداقه. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا ما هي دي الصداقه ودي الصحوبيه، وهم دول الاصحاب يا عادل، مش كده يا حبيبي؟ والله والله يا جماعه انا قلت العطيه من الاول ننزل في فندق، قال لي لو عرف استاذ عادل هيزعل جو 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 جو. طبعا لا هزعل يعني، هو اصلا عارف عطيه من زمان بيقعد يتهيأ له حاجات ما بتحصلش، هزعل يعني طبعا. والدكتور ان شاء الله قاعد معانا قد ايه؟ يومين. والله كان نفسي اقعد معاكم اكتر من كده، لكن غصب عني. ليه ما تقعد معانا اكتر من يومين؟ ما التذكره ممكن انك تغيرها، ما هي الدنيا فسحه مش كده ولا ايه؟ كل حضرتك ايه؟ سايق عليك يا سيدي عبد الرحيم الجلاوي، ما تضغطيش عليا تكبر في دماغي. خلاص يا حماتي ما تضغطيش عليا يا حماتي، وبعدين ما تضغطوش عليه يعني. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا اهلا بيكم. تصدقوا انا حاسس ان انا قاعد في بيتي، ما هو البيت بيتي. طبعا. يا جماعة أنا عايز بس أفهمكم حاجة مهمة جدا، إن الموضوع اللي حصل ده ما كانش بمزاجي يعني، كان غصب عني زي ما أنتم شايفين، وأنا اتدبست في الموضوع ده، وبعدين يعني هم كلهم يومين ويتكل على الله يروح. ماشي يا عادل ماشي، الراجل اللي هيجي يقعد يومين دول هيقعد فين؟ هننصب له خيمة في الصالة؟ لا يخص عليك يا سناء، إيه الكلام اللي بتقولي ده؟ لا طبعا إحنا كده يا حبيبتي نلم بعدنا بربطة المعلم ونروح نقعد في أي أوتيل، وهو يفضل يبرطع في الشقة زي ما هو عايز عشان يبقى قاعد مرتاح. يا جماعة بس يعني أنا مش عايز طول الوقت لت وعجن، وده اللي انا باخده منكم، مفيش اي حاجه مفيده. انا بقول لكم يا اخوانا هم يومين بس، فكروا معايا هيبات فيه جاميه. ما تبصليش جاميهين علشان الاوضه دي كلكم تبعدوا عنها، مش هيبات هنا خالص يعني. اوضتك هي اللي ما تنفعش، اوضتنا هي اللي تنفع. حب لاخيك ما تحبون لنفسك يا اخي. هي مشكله يا عادل، بس الراجل ده هيبات فين وعلى حساب مين فينا؟ انا عندي الحل يا ماما. قول. خلصنا احنا قاعدين بقالنا ساعة. أنا بفكر يعني رانيا. استني بس يا رانيا، استني، أنت لو بقيتي هنا أهو مع ماما في الأوضة، في الحالة دي احنا هنسيب له الأوضة وأنا مستعد أنام في الصالة، إيه رأيكم؟ لا والله، ومين بقى حضرتك اللي أوحالك بالموهمات والإيهامات في دماغك والخيالات دي إن أنا أساسا هسيب أوضتي وأطلع بره؟ يا رانيا خلي بالك إن هو صاحبي يعني، وبعدين لعلمك بقى أنا أكتر واحد متضرر، ده أنا اللي هنام في الصالة. وأنا ذنبي إيه؟ هو صاحبي ولا صاحبك؟ اتحمل صاحبك يا حبيبي. يا سلام، يعني لو كانت صاحبتك وقعت في نفس المشكلة دي والطيارة بتاعتها اتأخرت يومين، مش كنت هتبيتيها هنا وأنا كنت هستحمل برضه يعني؟ دلوقتي بس صحابي بقوا قد المقام. طبعا صحابك طول عمرهم قد المقام، مين قال غير كده؟ خلاص بقى يا رانيا، ده جوزك برضه وده صاحبه، أنت تيجي تقعدي معايا هنا وهم يومين هيعدوا، مش كده ولا إيه؟ اهلا 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 وسهلا، منورنا والله يا دكتور عطيه انت والمدام طبعا منوران. ازيك يا حسن عامل ايه؟ ما تتخيلش مدى سعاده البيت بالكامل، كلهم عمالين بيقولوا ايه ده صاحبك ده منورنا جامد يعني وكده، وعمال اقول لهم يا جماعه يعني ما بلاش مبالغه يعني في الترحيب، قالوا لا ده حقه طبعا يعني. والله العظيم ثلاثه، المدام وحسن نفس الاحساس عنديهم، يقولوا لي يا عطيه ده كننا عندينا هناك في سوهاج بالظبط، ده كننا بيتنا. يا سلام والله القلوب عند بعضها يعني. وبص انا عايزك فعلا تحس ان انت في بيتك يعني، مثلا لو في اكل معين بتاكلوه، شرب معين بتشربوه يعني، بص اطلب من غير ما تتكسف خالص. انا اخوك طبعا عطيه. الله يخليك يا عدول، هو يعني اصل في الفطار عندنا شويه طلبات كده للولد حسن يعني، هو اصله يحب في الفطار ده، يحب يعني بيض مسلوق وبيض عيون، ويحب كمان لبن منزوع الدسم، ولو فيه عيش ما محمصش قوي ولا محمص يعني شويه يعني بين البنين يعني. وبعدين المدام عندها صلاة تحب الشكل لما قوي. صدق اللي قال فعلا والله يا عطيه، الايام الحلوه بتمر اوام. شوف بص اليومين خلصوا بسرعه ازاي دلوقتي حالا. ياه يعني انا عارف طبعا ان انت زعلان ان انت ماشي يعني، واليومين دول صعبوا عليك انك قابلت صاحبك وحسيت انك في بيتك وكل حاجه، بس انا كمان زعلان والله اكتر منك. بص زعلان ازاي يعني. والله يا عادل ما عارف ابتدي منين الحكايه. يا سيدي اي حكايه عايز تحكيها احكيها لنا واحنا رايحين على المطار. ما تقوم تغير الجلابيه دي بقى يا عم ونتكل على الله. ما هو لو في مطار من اساسه. مفيش مطار. ايه هتسافر بالباص؟ ولا في حتى باص. امال ايه هتسافر بالتوك توك ولا ايه؟ انا يا ليل ما عارف اقول لك ايه يا عادل، بس اسطنيه بصراحه يا عم هربان من الناس بتدور عليا. انا عندي طار يا عادل. طار؟ معقوله يا عطيه؟ انت قتلت؟ انت قاتل يا عطيه؟ قاتل؟ على اليمين ما قتلت حد. امال يعني عليك طار ازاي؟ بالوراثه يعني ولا ايه؟ افهمك يعني، امسك الفشاره دي. انا كنت بعالج جاموسه عندنا في البلد، قوم عالجتها غلط، ماتت الجاموسه. اصحاب الجاموسه راسهم الف جزمه قديمه يقتلوني بدالها. ليه جاموسه ورثينا على ابوهم وغالي عليهم. يا سلام يعني عطيه، طب ما كنت تديهم ثمن الجاموسه وتخلص من الدوشه دي؟ على اليمين عرضت عليهم الطاقطقين وثلاثه واربعه ما رضينش. للدرجه دي يعني الجاموسه دي غاليه عليهم؟ واحد منهم قال لي هو مطنجر العمه لو قتلت ولدي كان احسن لي. ياه، طب وانت كنت بتفكر بقى يعني انك انت في موضوع السفر ده اما تسافر وترجع يكونوا نسيوا؟ ما هي المشكله اني كدبت عليك لما قلت لك اني هسافر بره مصر، انا هربان منيهم عشان بيدوروا عليا. يعني كمان مش طلعت بقى قاتل جاموسه، ده انت كمان طلعت قاتل وكذاب. معقوله يعني عطيه؟ معلش يا عادل غصب عني، انا اصل بصراحه اخترتك عشان هم ما يعرفوش طريقك، هم دلوقتي بيدوروا عليا فمعلش. يا ريتهم كانوا يعرفوا طريقي يا عم وخلصنا من الدوشه اللي احنا فيها دي. معلش يا عادل يعني انا مش هطول في القعده عندك، هم يعني شهرين ثلاثة كل أربع شهور وبعدين فك من عندك يعني ما فيهاش حاجة. تفك من عندي ثلاث أربع شهور وبعدين تفك إيه يا عم؟ تفك إيه يا عم؟ استغفر الله العظيم. والله أنا عارف أقول لك إيه، والله أنا عارف أقول لك إيه، بس بص حلها الوحيد بقى إن أنا أفكر نشوف أي حل. بس الجماعة اللي هنا لو سمحت أنا هنزل أروح البازار وأرجع، يا ريت ما حدش منهم يعرف أي حاجة لغاية ما نفكر هنعمل إيه. عيب يا راجل، سرك كبير. سر انا اللي كبير ماشي. بقول لك يا عادل. ايوه عينة الفشار اللي انت جايبها دي مليحه قوي قوي قوي، يا ريت تكتر منها وانت راجع. ليك عندي حل يا دوله اقوله لك؟ لا ما تقولش. عينيا يا دوله. بص يا سيدي انا شفت الحل ده قبل كده في فيلم، انت احسن حاجه يا دوله تعملها تخلي صاحبك ده هون يقوم واخد كفنه ورايح للناس زي ما البطل عمل في الفيلم بالظبط، ويقوموا هم بقى دابحين مكانه خروف، واحنا بقى هنبقى ساعتها معاه نقوم واخدين بقى نصيبنا من اللحمه، ولا من شات ولا من رقم. على اساس ايه يعني؟ انا مش فاهم يعني، انت كل اللي همك انك انت تاخد حته لحمه ومش اشكال بقى عطيه صاحبي ده يموت ولا يولع؟ يعني انا كده غلطان اني بشوف لك حل يا دوله؟ انا اللي غلطان، انا اللي غلطان ان انا بتكلم معاك وبقول لك على مشكلتي. اصل امشي امشي يلا غور من وشي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده؟ انتوا مين؟ ازيك يا اخ عادل؟ الله يسلمك، يعني انتوا مين؟ أنا عنتر أبو شنب. وأكيد اللي معاك ده هو الشنب. لا ده أخوي الهلال أبو شنب. أخوك إزاي يعني؟ مش معقولة، أكيد هو من شنب من أب تاني مثلا. مش عاجبك ولا إيه؟ عموما ده مش موضوعنا، أنا جاي لك في كلمتين ورد غطاهم يا أخ عادل. اتفضل يا سيدي، اتفضل يا أستاذ عنتر قول الكلمتين وأنا على غطاهم يا سيدي. أنا عايزينك تسلمنا عطيه البنداري اللي مستخبي حداك في الشقة. إيه؟ عطيه البنداري؟ أنا ما أعرفش حد بالاسم ده. يا دول عطيه الصعيدي اللي هو في الشقة. يا أخ عادل على رأي البوليس الإنكار مش هيفيدك، إحنا مراقبينه وعارفين إنه حداك في الشقة. يخرب بيتك يا عطيه، على بيتك يا رمزي. ولمعلومك إحنا كنا نقدر نخش نجيبه، لكن عيب الشقة فيها ستات. الحمد لله ان فيها ستات، اخيرا بقى لهم فايده. ناوي تسلمه لنا ولا نتصرف بطريقتنا؟ يا عم اهدى انت بس بمسدس اللعبه اللي في ايدك ده، بس عشان ما يبصوا وما تعرفش ترجعه. اهدى كده، انا بتكلم مع الراجل يعني. بص حضرتك يعني انا من رايي ان احنا نتفاهم. نتفاهم على ايه عاد؟ ما اللي حصل حصل، وماتت احلى داموسه في البر كله. ايوه يعني مش معقوله حضرتك يعني تموت واحد عشان خاطر جاموسه. ما انت مش عارف غلاوه الجاموسه عندنا. زي ما انت شايف ايه اللي بيحصل للهلالي لما بتيجي سيره الغاليه. خلاص انا من رايي يعني بهدوء بس يا استاذ هلالي، انا من رايي ان اجتمع انا وحضرتك والاستاذ هلالي والاستاذ عطيه ونقعد مع بعضينا نشوف حل للحكايه دي. حل ايه؟ بقول لك احلى جاموسه في البر كله. يا عم ما تقعدش كل شويه بقى تقعد تقول جاموسه، الراجل بيعمل بالك يا سي عادل، ده لو كان جه على عيل من عيالي كان بقى اهون في داهيه. يعني قصدك ايه تضحي بعيل من عيالك يعني؟ الخلاصه ننجيلك بكره في نفس الميعاد على القهوه، تكون جاي وجايب عطيه البنداري معاك، والا هيبقى ليه لا تصرف تاني. ايوه، ولو ما جيتش هتبقى العواقب صعيبه عليك. مش عارف يا اخي هلالي، انا شاكك كده ان انت تبقى من الصعيد يعني. امال من وين يعني؟ نيوجيرسي؟ لا حاسس يعني ان انت من القصير، من القصيرين يعني، وكنت بتجري وانت اصغر من كده ورا اي جاموسه معديه. جاموسه 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 عادل افندي، خلاص انا اسف انا كنت بهزر يعني. عادل افندي مش عارف ان هو بيحصل له كده لما الواحد يقول جاموسه. اللي اسمه عادل ده باين انه بيضحك علينا ومش ناوي يجي يا اخوي. يبقى هو الجاني على روحه، لا هو لعب عيال ولا ايه؟ السلام عليكم يا بلديني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تعرفش قطر السعيد اللي بيطلع من محطة مصر هيطلع الساعة كام بالظبط؟ واحنا ايش درانا؟ شايفنا كومساري ولا ايه؟ روح اسأل في المحطة. طيب محسوبكم عنتابلي أبو حواجب بطل من أبطال الصعيد الجواني. وأنت إيه اللي جابك مصر يا أخ عنتابلي؟ بيني وبينك في طار كنت جاي أخده، بس ضميري صحي وقال لي ارجع يا عنتابلي، ارجع يا عنتابلي، وارجع يا عنتابلي، ورجعت عن الطار يعني. عطفرت إفطارك ولا إيه؟ ده عار عليك، ده أنا طخك. يا عم تطخني ليه؟ أنت مالك أنت؟ مين ده؟ ده اخوي الهلالي. اخوك الهلالي؟ بص يا هلالي، هلالي ازاي؟ بص يا هلالي العار انك الواحد مالوش ذنب وعنده عيال. مالوش ذنب كيف يعني؟ ايوه، لان اللي حصل ان الحمار بتاعه رفس الخروف بتاعي فقتله. فانا قلت راسي والف سيف لازم اقتله، لكن ضميري صحي. ضميري صحي وقال لي يا عنتابلي، يعني انت بتستهبل يا عنتابلي، دي عنده عيال. وعملت ايه لما شفته؟ اول ما شفته شفت عياله وهم متيتمين ومتشردين في الشوارع، صعب علي وضميري صحي، ما كل شويه يصحى ضميري صحي وقال لي عيب اوعى تعمل كده. صدق كلامك صح، مش عارف ليه مأثر فيا. كويس ان كلامي مأثر فيك انت، لو كان أثر فيك أنت ما كناش هنلاقيك واصل. ربنا يقدم ما فيه الخير. طيب أنا هتكل أنا على الله عشان ألحق القطر لأن ضميري صحي. أيوه، وقال لي يمكن ما تلحقش القطر. السلام عليك. سلام يا بلدينا، توصل بالسلامة إن شاء الله. عادي يتأخر علينا يا عنتر. مالك يا عنتر؟ سارح فيه؟ بفكر في كلام الراجل اللي اسمه عنتابلي ده، صدق كلامه صح. يعني ايه مش فاهمك؟ انت ناوي على ايه يا اخوي؟ السلام عليكم، معلش اتاخرت عليكم، المواصلات بقى انتوا عارفين عامله ازاي يعني. انت هتضحك علينا ولا ايه؟ كنا متفقين معاك تجيب عطيه مش ولده. يا عم بلاش مسدس اللعبه اللي في ايدك ده، انا قصدي صراحه يعني. بص يا معلم عنتر، انا بصراحه كنت جايب عطيه معايا لكن حصل ظروف يعني. امال هو فين يعني؟ تاه في زحمة المواصلات ولا ايه؟ لا يا فاتك، ما تاهش في زحمة المواصلات، وبعدين لو سمحت يعني خليك محضر خير، أما بتكلم مع الكبير يا ريت بقى الصغير ما يتكلمش يعني. قول اللي عندك، إيه اللي حصل؟ اللي حصل يعني صراحة يعني إن أنا أما الولد ابن عطيه يعني حسن، اسمه حسن هو، اما عرف ان ابوه يا عيني بقى هيتقتل وان هو هيتيتم وهيتشرط في الشوارع وكده، فمن ساعتها بقى من بالليل يا عيني مش عارف بقى لا يضحك ولا يتضايق ومكتئب وزعلان وكده يعني. قصدك ايه بالكلام ده يعني؟ قصدي يا عيني ان الولد من امبارح ما دقش لقمه في بقه، ما اكلش خالص. لا اكلت يا عم. بص يا عيني مكتئب ازاي ومتضايق. عفا الله عما سلف، فدا يا للجاموس عشان خاطر ابنه. بس يدفع ثمن الجاموسه برضه. يا سلام، وانت جيت في جمل يا عم، دي جاموسه يعني ما جراش حاجه. وبالمره بقى يا جماعه انتوا الاثنين تكونوا معزومين عندي النهارده، ناكل لقمه مع بعض كده وتبلغوا عطيه بنفسكم، اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقين. ها؟ اهم حاجه والله يا جماعه انا مبسوط ان انتوا ضميركم صحي. يعني ما شاء الله يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام.